يا اهلا بيكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وعايزين نتكلم مع حضراتكم في موضوع ليه علاقه بالوزن الزايد، الناس اللي بتعاني من السمنه حتى لو ما كانتش سمنه مفرطه، بس الناس اللي عندها شيء من الوزن الزايد كتير جدا منهم بيبقى عندهم مش بس اعتقاد، ده بيبقى عندهم يقين ان الرجيم هيؤتي ثماره في الصيف اكتر بكتير من لو عملناه في موسم تاني او في يعني الشتاء مثلا، من منطلق ان الصيف مع الحر والرطوبه وفكره التعرق فكره العرق بتساعد على نقصان الوزن، الى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ دي حاجه هنعرفها. الحاجه الثانيه برضو مع الصيف بتكتر حفلات الخطوبات وقرايات الفاتحه والافراح، وفي كتير من الفتيات بصفه خاصه بيبقى عندهم طلبات ساعات بتبقى مش منطقيه، بل واحيانا بتكون تعجيزيه، تقول لك انا عايز انزل 15 كيلو في 10 ايام عشان عندي قرايه فتحه سلمى بنت عمتي. فالنوع ده من الحاجات يا دكتوره ريهام بيبقى مش منطقي. بنرحب بحضرتك طبعا. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يخليكي منوره. تمام، عجبتني قوي سلمى بنت عمتي. والله بتسمعي حاجات غريبه جدا وبالذات في الصيف. يعني عايزين ينزلوا رقم حلو، قطعية حلوة من الوزن وفي زمن قياسي، أحلامهم وطموحاتهم بتكون عالية جدا يا كريم بطريقة مش طبيعية، جاية عندها فرحها كمان شهر عايزة تخس 25 كيلو. طب كنت فين طيب الشهور اللي فاتت دي كلها؟ ولا هو في مساحة فعلا على غرابة الأمر إن ده يحصل؟ هنتفق مع بعض بقى. من انت بدات الكلام موضوع عجبني قوي، السؤال او التوبيك اللي هنتكلم فيه النهارده حلو قوي، الاختلاط بين الصيف والشتاء والمفاهيم الكتير قوي الغلط اللي احنا في الصيف ممكن نخس اكتر عشان بيحصل نسبه تعرق اكتر، وده طبعا بعيد تماما عن الصحه، وان العكس تماما هو اللي صحيح، ان الشتاء هو اعلى فرصه عندنا زي رمضان، الحاجات اللي احنا دايما ظالمينها. رمضان والشتاء اكتر فرصه لينا كلنا ان احنا نخس فيها جدا جدا، لان احنا درجه الحراره بتاعت الشتاء البرد جسمنا بيبذل طاقه وبيحرق طاقه عاليه جدا، وقود مكنه جوه بتحرق جوه علشان يوصل جسمك يدفيه للدرجه الحراره اللي هو عايز يوصل لها الطبيعيه عشان يقدر يعادل درجه الحراره اللي بره اللي هو عايش فيها. فهو بيحرق من طاقته علشان يدفى، فبالتالي بيحرق دهون. احنا نسكت؟ لا، نديها بقى سحلب وعدس وحلويات والحاجات الغلط الكتير اللي احنا بنعملها. نفس فكره رمضان ان احنا بنكون صايمين صيام جميل جدا جدا يحرق اي دهون ويخلي جسمك محرقه دهون فعليه، يعني فرصه ما بتتكررش. وشهر في ناس كتير لما بتسمع الكلام اللي انا بقوله ده بيتحول جسمها لمحرقه دهون، بيكون الوقت اللي باقي في يومها بعد الفطار فتره مش طويله، بتعمل بقى طقوس صلاه التزامات، بتلاقي الوقت اللي باقي للاكل قليل، فبتطلع من رمضان خاسه ال 15 وال 20 كيلو اللي حضرتك بتقول عليهم. محرقه الدهون دي لو اتحققت او لو حصلت، المفروض ان ينتج عنها الى جانب الخسيه اللي هي لطيفه ومستحبه طبعاً، ينتج عنها حاجات تانية قد تكون مش مستحبه. لا، فكره الارهاق، التعب، الهزال. في سيدات مثلا بيشتكوا دايما لما يعني يدخلوا في دايت قاسي حبتين، في بعض الاحيان بيشتكوا حتى من تساقط الشعر والضوافر، يعني في حاجات انثويه كده بيتسمع عنها. صح، كلامك طبعا مظبوط 100%، بس خلينا نتفق مع بعض ان انا هتكلم النهارده عن منظومه كامله متكامله. وهي ايه؟ هي بيستا، الكورس انا هتكلم عنه، الياف طبيعيه مالئه بتخلي قدرتك على الاكل، سواء احنا في صيف شتاء، احنا دلوقتي بقى في صيف عكس اللي احنا بنقوله، حرقنا مش احسن حاجه، في نسبه سهر عاليه جدا، في مصايف، معظم الناس اللي مش بيصيفوا قاعد في بيته قاعد قدام التلفزيون بياكل البطيخ الجميل اللي برضه معتقدين انه فيه سعرات حراريه، مانجا، كل الحاجات للاسف اللي في الصيف اللي بتزود الوزن جدا جدا. طيب احنا هنعمل ايه علشان كل المغريات دي سواء موجوده في الشتاء في الصيف في رمضان دايما عندنا شماعه بنعلق عليها زياده الوزن؟ هنستخدم بيستا. بيستا هو منتج من الالياف الطبيعيه، رده، الشوفان، قشور السيليوم. هيعمل ايه كريم؟ هيعمل بالونه في معدتنا، البالونه دي هتخلي المساحه المتبقيه للاكل مش كبيره، فانا بالتالي كنت متعوده قاعده بالليل قدام التلفزيون زي ما بيجي لي كتير في العياده، انا وجوزي يا دكتور بنضرب ثمره فاكهه زي ما انت بتقولي لنا بطيخه، وانا قلت طبعا ثمره فاكهه اللي هي تفاحه حاجه بسيطه. حضرتك قلتي ثمره؟ انت قلتي ثمره. طيب يا جماعه بياكلوا ثمره. فلا، فهي بتضرب البطيخه اللي هي على يعني نصيحه الدكتوره المفروض احنا كده سمعناها. فهي بتاكل البطيخه هي وجوزها. طيب انا لما هي هتاخد بيستا قبل وجبه، قبل كل وجبه بنص ساعة أو ساعة، هي قدامها نفس البطيخة هي وجوزها، بس قدرتهم إن هم ياكلوها تلاشت، يعني هياكلوا قد إيه؟ هياكلوا بقى الشريحة اللي أنا قلت عليها الطبيعية جدا. طب الجزء اللي في البطن ده أو اللي في المعدة اللي اتملى بيكون مليان على الفاضي يعني بيبقى؟ لا، إحنا الساشت أو الكيس اللي بندوبه في كوباية مية، وهو بالمناسبة طعمه حلو، طعم التفاح الأخضر، صفر سعرات حرارية، فأنا خدت كل أنواع
الالياف العاليه جدا، الالياف دي بتنفش يا كريم في الميه، يعني انا دلوقتي حطيتها على ميه بشربها على طول مباشره، بتنزل تعمل في معدتي ماده جيلاتينيه زي بالظبط قوام البالون. وده امن يا دكتور؟ امن جدا، احنا ما بنشتغلش على مراكز المخ تماما، انا بعمل زي فكره البالون الناس بتروح تعملها عمليات جراحيه، او ايه فكره العمليات اللي الناس بتصغر حجم معدتها، هي مش بتحط بالون بس بتقص المعده، بتقص عشان تصغر المساحه. أيوه. انا صغرت المساحه بشيء طبيعي من الالياف، بالعكس ده انا عايز اقول لك بقى حاجه رائعه جدا، انا بنصح ناس كتير وناس كتير من اللي استخدمت بيستا وقلب مالتي فيتال فيتامين هنتكلم عنه عشان نجاوب على سؤال مشاكل المشاكل اللي بنقابلها الناس في تساقط الشعر والضوافر، حاجات الكتير قوي اللي بتقابلها ستات او رجاله. البيستا ميزته بقى الرائعه ايه؟ ان احنا بعد ما عملنا البالون دي هي بتتفتت بعد كده وبتنزل، هي بتعمل حاجه بتنظف الامعاء والجهاز الهضمي، فبمثابه منظم للقولون، يعني الناس اللي بتجرب بيستا بعد ما بتعمل تثبيت معايا 6 شهور عليه وتحافظ على الوزن اللي وصلت له، ودي نصيحه دايما بكون حريصه قوي ان انا اقولها، يا جماعه ثبتوا وزنكم، يا جماعه بلاش اليويو دايت، اليويو دايت ده اللي هو ايه؟ انا خسيت 20 كيلو ببيستا، او انا شخص عندي اراده فظيعه لعبت رياضه وقفلت بقي، وبرده قفلت البق في العموم مش صح، لان جسمي محتاج احتياجات معينه، لو نقصت هيحصل مضاعفات اللي انت قلت لي عليها من شويه. طيب انا دلوقتي القولون بتاعي بقى نضيف وجهاز الهضمي عندي كويس واكلي يقلل النص، طيب انا ايه اللي يخليني اقول ان بيستا او الكورس ده هيفرق معايا كشخص عمل دايت عن اي حاجه فاتت، شعري ودوافري وصحتي ونشاطي؟ وخلي بالك دي نقطه مهمه جدا، دلوقتي في الصيدليات في منتجات ملهاش اول من اخر بالظبط، كلها خاصه، ودي مشكله بالتحديد. كبيره جدا، ودي مشكله كبيره جدا، لان مش كل الحاجات مرخصه من وزاره الصحه، فلازم دايما يكون عينينا على النقطه دي. ليه؟ مش عشان اي حاجه، عشان دي حاجه عليها الابحاث والتجارب الكافيه، طبعا تكون امن بالظبط، ان هي امنه وبتجيب النتائج اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده طبعا رقم ممتاز جدا. تمام. طيب النقطه بقى اللي انا عايزه اتكلم عليها دلوقتي وهي مهمه جدا جدا، انا دلوقتي ازاي هخس ويبقى عندي الباور والطاقه والانرجي، وفي نفس الوقت كل العوامل اللي بتحصل نتيجه الدايت من تعب وهزال وتساقط شعر وحاجات تانية مش هتقابلني في الكورس. انا كملت الكورس بفيتامين مالتي فيتامين قلب مالتي فيت، وده برده متاح في الصيدليات ونقدر نشتريه لوحده بعيدا عن الكورس. ميزته ايه؟ ان في كل العناصر اللي حضرتك تتخيلها ولا تتخيلها زي الزنك والبي كومبلكس، طب دول بيعملوا ايه؟ كل حاجة ليها علاقة بتجديد الخلايا، الجلد، الشعر، الضوافر، نقص الفيتامينز اللي هي زي فيتامين دي، وده مهم جدا جدا يا جماعة، 3/4 المصريين لو ما كانش أكتر عندنا نقص فيتامين دي نتيجة نقص التعرض للشمس. تأثيره إيه؟ بيؤثر يعني بصورة مباشرة تماما على معدل فقدان الوزن، معدل الأيض بيقل جدا لو حضرتك عندك نقص فيتامين دي أو مش موجود أصلا، و3/4 الناس مش عندهم نقص، مش موجود. طيب يبقى احنا لازم نصلح فيتامين دي، عملنا كل ده بقلب مالتي فيت، قرص واحد فقط يوميا هيحل لنا المشاكل دي، معدل حرق وشكل زي الفل. طيب تعالي نشوف بقى يعني نموذج حي. أوكي. وتجربه عمليه اتعملت بالفعل والحمد لله ان هي نجحت مع اسراء. اسراء كانت عندها مشكله مع الوزن ازاي، تعالي نشوف ايه اللي حصل معاها بعد ما اتعاملت مع المنتج اللي احنا بنتكلم عليه. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما أخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر أتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف أتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جداً، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. جميل. طيب إسراء كانت تجربتها ناجحة وأكيد في زي إسراء كتير. أنا عايز بس يعني أخد من كلام حضرتك تفصيلة كده، بس ما رضيتش يعني أوقف استرسالك وقتها، قلت أسألك عليها بعدين. حضرتك قلتي إن البيتزا مش بيتعامل مع مراكز المخ. بالظبط. تمام. هو المبدأ ده نفسه غلط، هو لأن في مثلا يعني في ناس اللي عندها مشكلة عكسية، الناس اللي بتعاني مثلا من النحافة وبتحاول تلجأ لفواتح للشهية. في بعض الأحيان بتسمعي كلام عن منتجات معينة ويقول لك لا بلاش دي عشان دي بتعتمد على مراكز معينة في المخ. مظبوط. مسؤولة عن الإحساس بالشبع من عدمه. طب هو إيه الغلط في كده؟ هل أي حاجة بتتعامل مع المخ أوتوماتيك نخاف ونقلق منها، ولا ممكن يكون في منتج بيتعامل مع مراكز معينة في المخ بس بشكل محسوب وعلمي؟ قولا واحدا
قولا واحدا للي بيخس وللي بيتخن، طالما حضرتك قلت لي على جميع انواع المشاكل، اي حاجه بتاثر على مراكز المخ اللي هي السنتر اللي متحكم في جسمك كله، بمجرد ما هتوقف المنتج ده، واكيد هتوقفه في يوم من الايام طبعا. سواء انت شخص راغب في زياده الوزن او فقدان الوزن، هيحصل نتيجه عكسيه تماما. انت في سنتر شغال خلقه ربنا بتكنيك وميكانيزم معين، بيجي له الاشارات والرسائل بطريقه معينه. انت عملت بلوك، عملت حاجه تعطل الشغل ده، وقفت المنتج ده، هل مش تعطله؟ هي المفروض ان هي حاجه تحفزه. لا، ما هو احنا للي عايز يخس بنعطل، وللي عايز يزيد في الوزن فكل حاجه وليها تكنيك. فاحنا مش عايزين نخش شويه في تفاصيل علميه قوي، بس هي ليها تكنيك. طيب هنسميها كلمه بلوك، يعني احنا بنعمل عقبه في طريق السنتر ده عشان يشتغل، عشان يستجيب للجوع او للشبع. طيب حضرتك وقفت العقبه دي فجاه، هل حضرتك متوقع او ده الكلام العلمي اللي احنا عايزين نقوله، ان السنتر بيرجع تاني اوتوماتيك يشتغل زي ما كان هو؟ ما هو ده الكلام العلمي، بس الكلام بقى الشعبي في المقابل. الشعبي يعني اضرب لك مثال للكلام الشعبي، فكره المعده اللي بتتملي. يعني في ناس يقول لك ايه، برضو الناس اللي عايزه تزيد في الوزن يقول لك خد فاتح شهيه او حاول تاكل كميات كبيره، وبعد فتره معدتك هتكبر وهتتعود على الحجم ده، حتى لو انت بعد كده قللت الاكل فهي معدتك خدت على كده. هو في حاجه اسمها كده؟ في جزء ده بقى كلام، ده ليه اساس، يعني فكره حجم المعده ان هي توسع او تقفل شويه، ده كلام صح، يعني ده كلام مش غلط. ليه؟ لان احنا معدتنا هي يعني بس حاجة لو هي وسعت نتيجه محفز للمخ لمركز معين في المخ. ما هو دي بقى النقطه، انا مش عايزه اوسعها عن طريق محفز، لان بعد ما انا هبطل المحفز هيرجع الوضع تاني، عندنا مشكله. لكن معدتي اللي وسعت شويه، يعني هقول لحضرتك معلومه دلوقتي مهمه جدا. فضل. بمناسبه ان احنا قلنا ان الالياف الموجوده في بيستا هي بتعمل زي البالون. طب ليه يا دكتور ما اروحش اعمل البالون بعيدا بقى عن التكلفه وان دي ليه؟ لان البالون دي بتفضل موجوده بالحجم ده في معدتك 6 شهور، ودلوقتي بقى اكتر بالحجم ده، وسعت معدتك جدا لان هي موجوده بصوره منتظمه. مش الياف بتتهضم زي ما قلت في بيستا وجسمنا بيتخلص منها. فبالتالي معده حضرتك فعلا حصلها ستريتشنج، اتمطت. فلما بتشيل البالون في الوقت اللي الدكتور المفروض مقرر فيها بعد 6 أو 8 شهور، حضرتك معدتك فعلا حصلها ستريتش ووسعت. فبتلاقي نفسك بعد ما شلت البالون انت بتاكل اكتر بكتير من قبل ما تحط البالونه. عشان كده انا بقول للاسف تجاربي مع كل عيانيني في البالون، يعني مش عايزه ابوظ يعني سمعتها قوي كده، بس ده الواقع يا جماعه. انا حاجه شداها مطاها 6 أو 8 شهور، حضرتك متوقع ايه؟ متواصل، يعني مش حاجه بتتعمل في جزء. لا، انا الالياف الطبيعيه اللي قلنا عليها بتعمل ماده جيلاتينيه على مدار اليوم، بتخلي معدتي مليانه شويه وكده، بتتفتت لطريقه معينه لجرانيولز صغيره. دي ميزتها ان هي كمان بتخلي الناس اللي عندها مشكله في دخول التواليت، بالعكس ده امعائهم بتكون احسن بكتير. هو المفروض ان الناس اللي هتمشي على المنتج ده تمشي عليه يعني فور لايف تايم، ولا لفتره زمنيه معينه وبعد كده تقلله او تبطله؟ خلينا نتكلم عن الكلام المظبوط والصح والعلمي. مفيش حاجه بنكمل عليها لايف تايم، لكن انا عندي تارجت معين. انا دلوقتي يا دكتور عندي زياده في الوزن 20-30 كيلو، وصلنا لهم في 2-3 شهر على حسب التزامنا ومتابعتنا مع الفريق اللي على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. متابعتنا دي برده بتفرق جدا جدا. طيب تابعنا وخسينا في الوقت القياسي، الصح لاي حد ماشي على بيستا والمنتجات او مش ماشي على اي حاجه، خسيت الوزن اللي انت عايزه، ثبت نفسك على الرقم اللي انت محتاجه ده 6 شهور على الاقل. جسمك هيبقى بعد كده زيادته ونقصانه شيء مش اسهل حاجه. طيب الجرعات بقى، وهل في موانع معينه للاستخدام؟ لا، احنا جرعاتنا بتبدا من 2 ساشيت او كيسين يوميا ل3. طب ده بيزد على ايه؟ ان انا باخد وجبه، باخده قبل الوجبه من نص ساعه لساعه، فبقلل قدرتي على الاكل في الوجبات دي. فانا لو شخص باكل وجبتين يبقى اخده مرتين، باكل 3 وجبات رئيسيه هاخده 3 مرات. التدريج اللي حضرتك سالتني عليه في السؤال اللي فات، يا دكتور احنا ممكن نكمل عليه؟ ممكن بعد ما اخسه في مرحله التثبيت، عندي وجبه كبيره انا خايف ان انا ارجع تاني لاسلوب حياتي الخاطئ، وناس للاسف كتير بتعمل كده. يبقى الحل ايه؟ اخد كيس واحد يوميا في مرحله التثبيت، عشان قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتي اللي دايما باكل فيها الحاجات الخطر شويه، لا احد شويه من شهيتي، فنقدر نكمل بكيس واحد بس. الحاجه الثانيه اللي حضرتك بتقولها لي بقى، اللي هي كانت قلت لي تقريبا الالياف دي فيها ممكن مشكله، صح ولا كنت؟ لا، كنت بكلمك على فكره حجم المعده، وهل يعني كنت عايز برضو اكمل السؤال في سكه ان هل الواحد بيجوع طبقا لحجم معدته؟ يعني حجم المعده هو اللي بيتحكم في نسبه الاحساس بالشبع من او الجوع، ولا بتبقى برضو مراكز المخ هي اللي بتشتغل؟ دي بقى ليها كذا شق. يعني احنا اكيد حضرتك بتشوف ناس اللي هي وزنها قليل، تقول يا دكتور انا ما بجوعش، ولو كلت انا بتعب. فدي
معدتها قليله وصغيره ومش قادره تاكل. في ناس الحاجه اللي احنا منتشرين بقى فيها وعارفينها الايموشنال ايتنج، انا فرحان زعلان دلوقتي، بطني كبيره بطني صغيره، في اكل مفيش اكل، انا باكل وبدوس كميات اكل. طب الناس الايموشنال اللي من النوع ده يتعاملوا بقى مع بيتزا برضو بنفس المنطلق؟ هيتعاملوا مع بيتزا نفس المنطلق، بس دول بقى الناس اللي احنا عايزينهم يمشوا كل ما يجي لهم الدروب، لو هم اشخاص ودي حاجه ما تعبش حد للاسف. بقت فكره الاكل نتيجه الزعل او الانبساط عند ناس كتير بره قدرتهم على التحكم. فبالعكس بيستا من ان احنا قلنا الياف امنه ما فيهوش اي مواد كيماويه ما فيهوش اي حاجه، واي نوت ان احنا نكمل عليه ونستخدمه. اي عمر يتعامل معاه؟ اي عمر، ده بالعكس بقى مش اي عمر، ده اي حد عنده امراض مزمنه بيعاني من سكر، ضغط، كوليسترول، كبد، عندنا اي مشاكل بالعكس بيستا كل الابحاث بتقول ان هو بيساعد بطريقه غير مباشره على تحسن حالات الامراض المزمنه. يعني شخص مريض سكر النوع الثاني بيبتدي مع بيستا سكره عشان الالياف العاليه ونزوله في الوزن سكره يبقى احسن، فجرعاته من الدواء بتقل، فهو كده بيتحسن صحيا. الضغط والكوليسترول نفس الكلام. الحاجه الاساسيه اللي بتسوقنا للشفاء في هذه الامراض المزمنه هي الالياف العاليه. فانا بتكلم عن منتج فيه قوه ثلاثيه من الالياف العاليه، مش بس كده كريم، كروميوم، فيتامين سي والكارنتين، ودول دورهم يحفزوا افراز الانسولين ويعلوا معدل حرق النشويات، وبالتالي بيعملوا ايه تاني بالذات فيتامين سي، بيحركوا الدهون من مكانها فجسمنا يحرق الدهون الموجوده مخزنه فيه. ويفضل في حال الاستخدام للبيتزا يفضل ان احنا نستخدم معاه كمان الف مالتي فيت، لازم نستخدم الف مالتي فيت عشان ما يبقاش فيه المشاكل اللي كنا بنتكلم. لازم احنا لما قررنا نعمل الكورس متكامل ما كانش حاجه رفاهيه، لان انا دايما بشوف في العياده ومع العيانين الفيتامينز دي رفاهيه، يعني انا كده شخص مدلع نفسي مهتم بنفسي. لا، الفيتامينز مش دلع، الفيتامينز دورها للشخص اللي عايز يفقد وزنه وعايز يفقد وزن بطريقه كمان صحيه مش مجرد فقدان عادي، ضروري 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 نمشي على مالتي فيتامين ضروري. بتهيالي بقى في حاله الف مالتي فيت ده اللي ممكن يتمشي عليه فور لايف تايم. الف مالتي فيت لازم نمشي عليه يعني طول حياتنا، لان كمان كل ما بنكبر وكل ما حرقنا بينزل او يكون مش افضل حاجه احتياجنا ليه بيكون قوي جدا، فده مش اوبشن. اكيد جميل. كالعادة بنستفيد من خلال وجود حضرتك معانا وبنسعد جدا، بنشكرك على وجودك معانا في حلقة النهاردة جزيل الشكر، وإن شاء الله نشوف حضراتكم على خير بكرة بإذن الرحمن، يوم جديد وحلقة جديدة من عشرة الصبح في الأهلي. نشوفكم على خير، إلى اللقاء.